صراحه. لا طب معلش يا شيخ، سؤال تاني بالله عليك. انا ولادي عايزين يجيبوا كلب، هم شايفين اللي هو الحرفه، احنا عندنا الحمد لله حديقه مش في البيت، يعني حديقه بتاعه البيت كبيره، فبيقولوا لي احنا كده مش هنربيه في البيت، احنا كده في حديقه المنزل. وانا شايفه ان احنا مش بحاجه للحراسه، هم مصممين يجيبوا ومن مصروفهم بيحوشوا عشان يجيبوا، فانا برضه انا كده اخد جنب اللي هو صبرا 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 يا اختي، صبرا صبرا، سياتون بالكلب للحراسه فعلا او ياتون بالكلب كاصدقاء الكلاب؟ لا هم بيقولوا للحراسه، بس انا شايفه ان احنا الحمد لله في منطقه انا مش محتاجه حراسه. خلاص اذا برضه حتى لو جابوا الحراسه لا باس. تمام، الله يديك الصحه والعافيه يا شيخ.